هلو هلو، أنا فاتنة دويلو. أنتوا عم تسمعوا الحلقة جديدة من بودكاست حب النفس الغير مشروط، الموسم الثالث. بهذا الموسم مثل ما بتعرفوا أنا بحكي فيه عن مشاكلكم بس، وما بدي أطول عليكم. خليني أدخل بأول مشكلة على السريع. أول مشكلة بتحكي دخلت علاقة مع بنت لفترة كبيرة، صلنا سنتين وصار بينا مشكلة كبيرة، ولسبب سوء إنه ما عرفنا نصلح المشكلة كبرت القصة ومرق وقت ما نحكي مع بعض. بعد فترة إما صرت أحكي معاها رغم إنه الحق علي وعليها، بس أنا كنت بحط الحق علي وبحال صالحها. حاليا صالحنا بس ما بعرف، حسيت إنه الشغف ما قبل المشكلة راح. كيف فيني نرجع العلاقة ونرجع الشغف؟ ما بدي أسمع لحدا لأنه الكل عم بيحكي لي الوقت بيرجع. بصراحة أنا متضايق كتير إنه صار هيك بيننا، وما بعرف كيف زبط العلاقة ورجع شغفها. تمام، أوكي. إذا بنكون حاطين رجل على رجل وبنستنى الوقت يرجع كل شيء، فإحنا هون بنكون بنضيع بهذا الوقت، لأن العلاقات بدها شغل، والوقت لحاله غير كافي ليصلح أي شيء بالحياة. فقدت الشغف للعلاقة لأنك استنزفت من جملة اللي أنت حكيتها، بالرغم الحق علي أو عليها، أنا كنت بحط الحق علي عشان تروح تصالحها. نهاية الجملة. فأنت كنت تيجي على حالك عشانها، عشان تخلي المركب يمشي زي ما بيحكوها. وهذا بياخدني لما كنت هاني بالعلاقة، لأنكم أنتم ما بتحلوا المشاكل اللي بتصير، أنتم بتراكموها فوق بعض. فكل ما بتصير مشكلة جديدة بترجعوا كل القديم، وأكيد التعويد أنكم ما تحلوا مشاكلكم. التعويد بالعلاقة إن هي بتزعل، واللي هو تستخدم معك الصمت العقابي، لأنك بتروح بتصالحها كل مرة. يعني هي بتعمل شت داون لما تصير مشكلة، فبتبعد عنك عشان انت تروح وتراضيها، عشان شو ما كان تخلي الحق عليك. هذا هو الصمت العقابي. ليس بعد فترة من التراكمات هاي بتلاقي العلاقة وقعت، والأشخاص اللي فيها استنزفوا. بعد الاستنزاف هاد بصير بدنا نلملم اللي وقع منها. عدا عن ذلك، المشاكل بدها شخصين حاضرين عشان يقدر يحلوها مع بعض. ما بينفع انه انا بدي اضبط العلاقة ورجع شغفها والشخص الثاني هو لساته على نفس العادة، انه بيستخدم معي الزعل، بيستخدم معي انه هو بيعمل شت داون، بيستخدم معي الاسلوب انه هو بيبعد، انه ما في تواصل من ناحيته. العلاقة ما هتزبط اذا شخص واحد ان وشخص واحد اوت فيها. بدك تكون صريح معها وتحكي معها عن الشيء اللي انت مضايقك، وتحكي للناس شو بصير معك. ما بفيد طول الوقت، طول ما انت ما عم تتواصل مع الشخص نفسه وتحكي عن الشيء اللي مضايقك والشيء اللي عم بصير بالعلاقة. لأن اللي بميز العلاقة الصحية عن غيرها انه الشخصين بتناقشوا بحلوا مشاكلهم بشكل سليم، شخصين مو انت بس. تمام، بدي اروح للمشكلة اللي بعديها. تحكي بدي نصيحتك فاتنة وبتمنى تساعديني لأني عايشة بصراع نفسي. أنا بنت جامعية عمري 21، أنا من عيلة غير متشددة، يعني تركيني على راحتي بطلعاتي ولبسي وكل شي بدي إياه. قبل 4 شهور تعرفت على شاب على الفيس عمره 25 سنة، وكنا نحكي كل يوم، تعلقت فيه وتعودت على وجوده وبحب أحكي معه وحبيته كتير وهو حبني، بس حكالي إنه مستحيل يخطبني إلا إذا لبست خمار ولبست شرعي. هو أهله أبدا مش متشددين، بس هو المتشدد كتير وبده زوجته تكون تلبس خمار. أنا لبسي قصير، يعني بلبس جينز وبلايز مش طويل. هو ما بده إلا خمار لنخطب. حكيت له نخطب وبعدها هو يحاول يقنعني فيه وإحنا متزوجين. حكالي لا، بده قبل الخطبة عشان أقل مشاكل، هيك حكى. أنا حسستها تقيلة على قلبي، وحكالي رح يمنعني من كتير أشياء، من الأغاني والأفلام والعطور، ممنوع أحط شيء على وجهي لما أطلع وسفر لحالي بدون محرم وألبس خمار. شو أعمل؟ بحبه وما بدي أتركه، بس برضه مش قادرة أتقبل إني ألبس خمار، انصحيني. أوكي عزيزتي، هذا الشاب متحكم مبدئيا ورافض يتقبلك مثل ما أنتي، وهذا مو حب، هذا تحكم. ورد فلاج قد الكوكب المجموعة الشمسية كاملة إنه هو عم بيتحكم فيكي. يعني انت هو لسه شخص غريب عنك،
وصار عم يطلب شغلات وشروط هو مو من حقه أصلا يطلبها. فاهمين علي انتو الموضوع كيف؟ يعني شخص غريب يجي يحكي لي اعملي واحد اثنين ثلاثة وبخطبك، يعني ما بعرف يعني هو تحت التهديد الموضوع ولا كيف؟ هذا تحكم، هذا هي مو علاقة، هي مو حب، هاي علاقة تحت شروط، هذا هاي علاقة مشروطة، هذا ما بينفع مع شخص غريب. لأن ممكن أنت تعملي شيء أنت مو مقتنع فيه بالآخر ما تكملوا مع بعض، فأنت هتضلك طول الوقت بحياتك أنت عم تعملي شيء مو مقتنع فيه، هذا أولا. ثاني، وهي مو حياتك، هاي مو أنت، وهي مشكلتنا لما بدنا نختار الشخص، إنه إحنا أبدا ما بنختار اللي بيشبهنا، بنختار شخص مختلف تماما عنا وبدنا نصير نغيره ونشكله على هوانا، وبدل هذا على عدم النضوج. هاد شيء. والشيء الثاني، انت شايفتيها تقيلة على قلبك والموافقة على هاي الشروط تعتبر تنازل عن الشيء اللي انت عليك كشخص، هذا مو حب، الحب تقبل وهذا مو تقبل، هاد تحكم، هاد قرارك انت بالآخر. انت بتقدري تختاري يا نفسك يا هاي العلاقة اللي هي مو نفسك، لأنه من كلمة انت حطيتها انه تقيلة على قلبي، بس بدك تحطي ببالك إذا الموضوع هيك قبل ما تكون ببيت واحد وشخص عم بيطلب منك هيك شغلات وأنت عم تتنازلي عنها وما في عندك مشكلة، بدك تعرفي إنه بعد الزواج رح يختلف الموضوع تماما، هتتنازلي عن شغلات تانية أكتر من هيك وما رح تخطر عبالك، فديري بالكم حالكم أكتر. المشكلة الثالثة تقول: أنا تعرفت على شخص من خلال السوشيال ميديا، كان كتير طيب وحنون وأنا ما كنت متقبلته، لكن بعد ما شفت قدي حنون ومعطيني الحب تقبلته وحبيته جدا، بعدين حكالي إنه أكمل دراسة وكان معي ويضل كل فترة يسألني عن دراستي بالوقت اللي هو كان يحضر لسفره، وبعدين اتغير علي كتير وبطل يبعث ويهتم، وحكيت معه حكالي ما في بيننا تفاهم مع إنه ما في بيننا إشي، بعد 3 أشهر تقريبا بعت لي وهو مسافر اشتقت لك، أنا ما كنت بدي أرد ورديت، وكان مهتم بالأول وبعدين بطل مهتم، طبعا أكيد هاد تيبيكال. بس بدي أسأل، عادي الواحد يدخل حياة شخص ويخربها بعد ما كانت حياته حلوة؟ وكيف شخص ممكن أو يكذب هلأ إنه بطل عندي إحساس أبدا بصراحة ورافض أي علاقة حتى لو كانت بالحلال، مش قادرة أعطي حدا حب، مش قادرة ولا حدا حتى أهلي وأصحابي؟ مبدئيا أنت ما جبتي لي موضوع إنكم بعلاقة، ومن خلال كلامك مو واضح إنكم بعلاقة، بس إنه إيش قصدك بكلمة أو بجملة كيف حدا بدخل حياة حدا وبيخربها؟ شو قصدك بيخربها يعني؟ يعني جرح، أذى، إيش كان كلمة بيخربها؟ والواضح إنكم بس بتحكموا أكتر، وما بعرف إذا شايفين بعض على الواقع. باختصار بالنسبة لي أنا مو مبين معي أي معالم واضحة لعلاقة أو إنه هذا الشخص هو فعلا بده إياكي. بس آخر شي كتبتيه بطل عندك إحساس ورفض أي علاقة، نهاية الجملة، هاد دليل على إنك أنت كنت تعطي أكتر ما هو بيعطي، يعني ما كان في توازن، أو معطي قيمة للشخص وبينك وبين حالك أنت معطيته قيمة بعقلك أكتر من نفسك، فصارت صدمة عندك، صارت ردة فعل عشي أنت كنت متخيلة أنه ممكن يصير بس ما صار. هذا مو رفض العلاقات، هذا رفض وعدم تقبل الشيء اللي أنت فيه هلأ، ما بدك تعيشي وما بدك تعرف أنه هيك صار، لا هلأ ولا بعدين. وإحنا ما بنكون خايفين من العلاقة، الخوف من العلاقة بيكون ردة فعل على شيء احنا مرينا فيه، على قصة احنا مرينا فيها اقتنعنا فيها وصار عندنا معتقد معين بشكل لاواعي، فبيطلع على ردة فعل انه احنا خايفين من شغلة معينة. من لما حكالك احنا مو متفاهمين كان لازم تسكر الباب عليه وما رجعتي طلعتي لورا، لكن انت عشتي على امل ورديتي حتى بعد 3 أشهر، فاعتقد انت معطي العلاقة حجم كتير كبير بعالك، إنه هذا الشخص حتى بعد اختفائه لساتك على أمل إنه هو يرجع ويحكي أنا بدي إياك، وهو مسافر، يعني أنت مبدئيا ما رح تعرفي هذا الشخص شو رح يعمل هناك. نصيحة مني لإلكم، ما تعطوا قلبكم على السريع لشخص بس لأنه منيح معي،
بس لأنه حكالي اعملي واحد اتنين تلاتة، بس لأنه شجعك تعملي شي بحياتك. طب هاي شغلات انت تقدري تعطيها لنفسك بالأول، يعني تقدري تكوني المشجع الأول بحياتك. بس السيناريو اللي بنخلقه عن الأشخاص بعيشنا بوهم وبستنزف روحنا كتير. احنا بنعيش بوهم كتير، بنتخيل سيناريو غريب عجيب عن أشخاص، وبنبني افتراضات وهمية عن أشخاص، بنفكر إنهم بدهم يانا. بس هل حكى هذا الشخص بشكل واضح وصريح إنه أنا بدي إياكي، أنا بدي أتقدم لك، أنا بدي أشوف أهلك؟ ما أظن، لأنه مو مبين معي أي معالم بهاي العلاقة. بما انه ما في اي معالم واضحه بعلاقه قد اولا، ثانيا حكى لك انه من الاول انه ما في تفاهم، ثالثا انه هذا الشخص مسافر انت ما بتعرف ايش بيعمل هناك، رابعا انه اهتم بعديها اختفى، خامسا انت خايفه من العلاقات يعني مش مستعده، فيعتبر هاي العلاقه هي مش موجوده غير هي بعقلك بس. انا اسفه اني انا بحكي هيك، بس لازم اشد على الكلام عشان شوي تصحوا. تمام، اخر مشكله معنا لليوم هي مو مشكلة، هو سؤال أكتر من مشكلة. بتحكي شو تعريف الحدود الآمنة؟ يعني متى بعرف إنه هذا الشخص بتعامل معي بهالشكل؟ لأنه حاطط حدود، وهذا شيء صحي ومتى لا، وهو ما بده يعني مثلا في الوقت أو أشياء تانية تنطبق على وجود حدود صحية أو لا. من اللي فهمته من السؤال إنه أنت متى بدك تعرف إنه هذا الشخص حاط لك حدود عشان ما تقربي عليه، ولا هو فعلا ما بده إياك؟ تمام، الحدود شيء وشخص ما بده العلاقة شيء تاني تماما. الحدود هي كيف الأشخاص بيعبروا عن نفسهم، مين هم وشو بدهم بعلاقاتهم مع الأشخاص. طبعا ما بحكي بس عن علاقات عاطفية، تقدر تسوها على أي شيء بالحياة، على أي علاقة بالحياة شو ما كان نوعها. وهي بتعلمي من خلالها الأشخاص كيف يعملوكي من خلال الحدود. بس لما نيجي على شخص ما بده يانا، يكون واضح من خلال تصرفاته انه ما بده، بتلاقيه ببعد، بتلاقيه مو مستمر بالتواصل معك، بتلاقي ما في اهتمام ناحيتك نهائي، والاهم انه مو حاكي انه بده يكون معك بعلاقه. اما الحدود الصحيه هي طول ما انت ما بتاذي حدا تاني من خلالهم. الحدود تنحط عشان نعرف نتعامل مع بعض ونفهم بعض اكثر. اما الشخص ما بده اياكي بيكون باني حيطه، مش حدود، حيطه بينك وبينه، ومخليك تمرق منها لتعرفي أكتر. الحدود مو حيطة عالية، الحدود مو حواجز، الحدود هي بتخلق التواصل الصحي والمودة بين أي طرفين. فإذا أنت بدك شيء وهذا الشخص عم بتحسي إنه باني حيطة عالية وأنت ما عم بتشوفي منها، هاي إشارة إليك حتى تعرف إنها مو حدود، هو ما بده العلاقة معك بهالوقت ولا بعدين. نهاية القصص والمشاكل، إن شاء الله تسمعوا صوتي الأسبوع القادم. ديروا بالكم على حالكم وما تعطوا قلبكم لأي حدا بسهولة، دايما اسمعوا أكتر ما تحكوا، دايما شوفوا الأفعال أكتر من الكلام، ودايما كونوا منطقيين وواقعيين أكتر من إنكم تبنوا سيناريو وافتراضات وهمية على شغلات ممكن هي ما تكون موجودة. ديروا بالكم على حالكم، وباي باي.